الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، يقدمها لكم علي الموسى. والبداية مع أبرز العناوين. الالتزام بتوحيد مواقفنا وتعزيز تماسكنا وتجاوز خلافاتنا وتطوير العمل التنموي المشترك. في كلمته أمام القمة العربية، سمو أمير البلاد يدعو لتجاوز الخلافات لمواجهة التحديات. القادة العرب في قمة تونس يؤكدون على عروبة الجولان ومركزية القضية الفلسطينية. تثمين أممي لجهود سمو الأمير ودور الكويت في استقرار المنطقة. جرافات البلدية تزيل تشوينات صليبية المخالفة. بعد غد إغلاق جزئي للطرق الرئيسية لبدء أعمال الصيانة. كلمة جامعة للمواقف الواجب اتخاذها لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي، ألقاها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمام القمة العربية التي استضافت تونس أعمال دورتها العادية 30. فقد دعا سمو أمير البلاد إلى ضرورة توحيد المواقف وتعزيز التماسك وتجاوز الخلافات لمواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم العربي، داعيا إلى البدء في اتخاذ خطوات عملية للارتقاء بالأوضاع التنموية وتحسين مستويات المعيشة للمجتمعات العربية، مشيرا في هذا الصدد إلى قمتي الكويت وبيروت التنمويتين وما خرج عنهما من توصيات. بقي علينا التأكيد بأننا سنواجه هذه الظروف وسنتصدى لهذه التحديات بالالتزام بتوحيد مواقفنا وتعزيز تماسكنا وتجاوز خلافاتنا وتطوير العمل التنموي المشترك، فبدون ذلك لن نكون قادرين على مواجهة الظروف والتحديات المتسارعة، وستكون تساؤلات أبناء أمتنا العربية مشروعة، حيث سيتقدمها تساؤل إلى متى سنبقى عاجزين عن الانتقال بأوضاعنا العربية إلى ما يحقق آمال وطموحات أبنائي، وإلى متى ستبقى الآلام تعصر بشعوبها، وإلى متى سيكون الارتقاء بأوضاعنا التنموية وتحسين مستويات المعيشة لمجتمعاتنا بعيدا عن التنفيذ، والذي يجب أن يكون في مقدمة أولوياتنا. إن مسؤوليتنا أمام الله والتاريخ عظيمة، ولم تغفر لنا أجيالنا القادمة قصورا تستشعره في معالجها لهمومنا ومشاغلنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد جاء اتفاقنا قبل 10 سنوات على البدء من اتخاذ خطوات عملية لترجمة تطلعات أبناء وطننا العربي في العيش الكريم والمتمثل في عقد القمة العربية التنموية الأولى في دولة الكويت وما تبعها من قمم عربية تنموية أخرى، قمة بيروت التنموية، ليجسد حرصنا على الوصول إلى مستوى التحدي الذي تواجهه أمتنا
كما حرصت دولة الكويت في هذا في هذه القمم على إطلاق مبادرات تنموية تهدف إلى خلق فرص عمل منتجة للشباب العربي. من جهة ثانية، أعرب سمو أمير البلاد عن أسفه ورفضه الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان، موضحا أن هذه الخطوة تمثل خروجا عن قرارات الشرعية الدولية وتضر بعملية السلام في الشرق الأوسط. كما أكد سموه أن استقرار العالم لن يتحقق دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. أسفنا ورفضنا لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل لما تمثله هذه الخطوة من خروج عن قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 497 وإضرارا لعملية السلام. قضية الفلسطينية قضية العرب الأولى تعاني ابتعادها عن دائرة اهتمام المجتمع الدولي وصدارة الأولويات العربية، على الرغم من أن أمن العالم واستقراره سيبقى يعاني اضطرابا وتدهورا ما لم تتحقق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. ولا بد لنا هنا من التأكيد بأن أي ترتيبات لعملية السلام في الشرق الأوسط لا تستند على تلك المرجعيات ستبقى بعيدة عن أرض الواقع ولا تحقق الحل العادل والشامل. هذا وقد أكد البيان الختامي للقمة العربية في تونس أن ما يجمع الشعوب العربية أكثر مما يفرقها. وأضاف البيان أنه من غير المقبول بقاء المنطقة العربية مسرحا للتدخلات الخارجية، مجددا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للعرب. وأكد البيان الختامي التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وعدم شرعية القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وشدد على أن الجولان أرض سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا الدعم العربي الكامل لسوريا في استعادة الجولان المحتل. بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطة في كلمته أمام قمة تونس أن الدول العربية أجمعت على رفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، لا سيما من إيران وتركيا، داعيا إلى الاتفاق على مفهوم جامع للأمن القومي العربي. وقال أبو الغيط أن التدخلات الإيرانية والتركية فاقمت من تعقد الأزمات، مشددا على رفض هذه التدخلات وما تحمله من أطماع ومخططات. وأضاف أنه لا مجال لوجود جيوب لقوى إقليمية داخل بعض الدول العربية، ومن غير المقبول أن تتدخل قوى إقليمية بدعم فصيل أو آخر تحت غطاء طائفي. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تقديره العميق لدور الكويت ودور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحقيق السلام في المنطقة، وأشار عقب لقائه سمو الأمير في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس على هامش أعمال القمة العربية، أشار إلى أن الكويت سباقة في تحقيق الانسجام والسلام بتقديم المساعدات للمحتاجين. إننا فخورون بكون الكويت شريك للأمم المتحدة، كما أننا نعتز بالصداقة التي منحنا إياها سمو الأمير. أود أن أعرب عن الامتنان للكويت أميرا وحكومة وشعبا، فالكويت سباقة في تحقيق السلام في المنطقة، كما أنها تقدم المساعدة لكل محتاج. نفذت بلدية الكويت حملة مداهمات وإزالة على مواقع التشوين والتخزين في مزارع الألبان بمنطقة الإصليبية في إطار إزالة المخالفات وتطبيق اللوائح.
وخلال الجولة أعلن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي وجود دراسة عاجلة لتخصيص 1,000,000 متر مربع كمنطقة بديلة بجانب منطقة الإجدادية الصناعية ومصانع الإسمنت لحل أزمة مناطق التخزين في الدولة، مضيفا إن الدراسة سترفع إلى المجلس البلدي لتخصيص الموقع للهيئة العامة للصناعة. منذ الصباح الباكر دهمت بلدية الكويت أكبر تشوين موجودة في مزارع الألبان في منطقة الصليبية، وذلك استمرارا لرصد السلبيات إلى جانب تصور كامل حول التشوينات المخالفة والتي ستزال تباعا بالتعاون مع وزارة المالية وقطاعاتها المعنية إضافة إلى إدارة الجنائية. بدأنا عملية الإزالة، المساحة تقدر ب 288,000 متر مربع. الإزالة طبعا كبيرة ويمكن راح تستغرق يعني بحدود الشهرين أو أكثر. هناك تعاون ونشكر أمانة بعض الأخوة اللي التقيناهم اليوم في موضوع اللي عندهم بعض يعني الموجودات، شدوا على إيد البلدية وقالوا نحن مع القانون، ولذلك راح يكون في هناك مهلة تمنح لكل من لديه بضاعة يصعب نقلها. أنتم شايفين أن كثير من الشركات أخلت، وإن شاء الله إحنا مواصلين بموقع دائم راح يكون موجود لحين نتأكد من خلو الموقع من أي مخالفة. حملة المداهمات والإزالة على مواقع التشوين والتخزين سيقابله دراسة عاجلة لتخصيص 1,000,000 متر مربع كمنطقة بديلة بجانب منطقة الإجدادية الصناعية ومصانع الإسمنت لحل مشكلة قلة مناطق التخزين في الدولة. بعد مرور أقل من سنة قدرنا نحصر المناطق كلها، وهناك عمل كبير قادم راح نكون بنفس الشفافية اللي تكلمنا فيها. هذا الموقع تم اكتشافه من قبل البلدية وأحالته للنيابة من شهر 7 أو 8 اللي فات، وكنا شفافين أمام وسائل الإعلام وقلنا أن هناك قصور وهناك خطأ، ما راح نقول أن الأمور نحاول أن نغلق الأبواب، لا، نفتحها ونعالجها ونتحمل ألمها ونتعاون أيضا حتى مع الأخوان المستثمرين وبكل أريحية وبكل شفافية نوجد لهم حلول. هناك إن شاء الله اجتماع مع الهيئة العامة للصناعة في موضوع تحديد أراضي تخزين لهؤلاء الفئة فعلا اللي يحتاجون مناطق تخزينية الدولة توزعها وتأجرها. إن شاء الله هذا الموقع يمكن راح يفتح باب للأخوة المستثمرين أن نحل موضوع المناطق التخزينية، وإن شاء الله اجتماعنا قادم قريب ونوجد حلول ونوجد أراضي خاصة لمناطق التخزين. عدة مواقع مخالفة وصلتها البلدية تم حصرها، ستقوم بإزالة المخالفات جميعها وتقييد أي تشوينات جديدة بالقيود الحكومية ولوائح البلدية والجهات المعنية الأخرى عبر نظام جديد يحصر التشوينات ويتابعها ويمنع المخالفة منها عبر نظام المعلومات الجغرافي. ناس متعاونة قاعد تزيل، وإحنا أيضا متعاونين معهم قاعد تزيلون، وأما الغير متعاون قاعد نزيل، راح تبدأ الإزالة فورية لهم. بدينا نزيل الروف كامل، طبعا مثل ما شايفين الموقع 280,000 محاط بروف من 4 جهات، بدينا اليوم راح يخلص الروف، تم إزالة الروف بشكل نهائي، وأيضا البوابة الخارجية تم إزالتها اليوم. عندنا 4 أو 5 أماكن تم إخلاءهم، وفي مباني مثل ما شايفين الموقع هذا سور راح يتم إزالته، تم إخلاء الموقع. البلدية أكدت أنها ماضية في محاربة هذا الملف العالق منذ عقود طويلة وفق مبدأ الشفافية، وستتعامل مع المفسدين بحزم مع إعطاء مهلة للشركات المتضررة لإخلاء المواقع خلال 2 شهر. أحمد لانزي، الرأي. الثلاثاء المقبل تبدأ عملية صيانة الطرق الرئيسية في البلاد، وستقوم وزارة الداخلية بإغلاق جزء للطرق أو بإغلاق جزئي للطرق على مرحلتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة. وقالت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة إن الإغلاق سيكون من 6 مساء حتى 6 صباحا طوال أيام الأسبوع وفي أوقات الدوام الرسمي، على أن يكون الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع من 12:00 منتصف الليل ولمدة 12 ساعة. وأضافت الداخلية أن الطرق التي سيتم إغلاقها هي طريق الملك فهد من الدائري الأول وحتى مقابل قصر بيان، والدائري الأول والدائري الرابع والدائري السادس ووصلة الدوحة.
في مجلس الأمة وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع على مشروع قانون بشأن اتفاقية النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأتي الاتفاقية في إطار توحيد القواعد القانونية في تلك الدول، كما وافقت اللجنة على مجموعة من الاقتراحات برغبة، أبرزها الاقتراح بشأن استملاك عقارات السكن الخاص في بعض قطاع منطقة السالمية بسعر عادل، واقتراح برغبة بشأن صرف وزيادة بدلات لرجال الأطفاء. من جهتها ناقشت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية موضوع العنف الأسري بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأسرة ومستشارين من بعض مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال أن الاجتماع ركز على موضوع مراكز الإيواء والتي شكلت وزارة العدل لجنة لتفعيلها بناء على التحركات النيابية الأخيرة، لافتا إلى وجود غياب في التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الخصوص. أعلنت وزارة الصحة تشكيل لجنة عليا مؤلفة من استشاريين واختصاصيين لكشف ملابسات وفاة المواطن محمد برجس المشاري الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي في مستشفى الجهراء، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبت وجود خطأ طبي. ونقل بيان للوزارة عن الوزير الشيخ باسل الصباح إعرابه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد المشاري، مؤكدا أن حادثة الوفاة هذه لن تمر مرور الكرام، وإذا ثبت أي تقصير من أي كان ستتم محاسبته. أثناء سفره مع والدته التي كانت تتلقى العلاج في العاصمة البريطانية لندن، انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل الإعلامي موسى أبو طفرة المطيري من أسرة تحرير صحيفة الأنباء. والراحل مارس رحمه الله العمل الإعلامي بجميع أنواعه وسباقا في اقتناس الخبر كما عرف عنه، وقد كان مواكبا للإعلام الإلكتروني بشكل نشط حتى ترأس إحدى المؤسسات الإعلامية الإلكترونية، حيث عرف عنها بدمثة الخلق وسيرة العطرة. رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. في عملية أمنية تمكن جهاز أمن الدولة السعودي من استعادة طفلين سعوديين كان والدهما اختطفهما من والدتهما قبل 5 سنوات واتجه بهما إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش. الأب الخاطف نفذ عملية انتحارية بعد شهر من وصوله إلى سوريا عبر تركيا، وترك طفليها بين أيادي التنظيم الإرهابي ليعيشان 5 سنوات عصيبة في أجواء من الإرهاب، انتهت أمس باستقبال والدتهما وأسرتهما لهما بالدموع. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال من المتوقع أن تصادق هذا الأسبوع على بناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية جديدة.
وتوقعت صحيفة أن تقوم اللجنة الفرعية للاستيطان بدفع بناء حوالي 3500 وحدة سكنية إضافية في المستوطنات، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعزيز هائل نسبيا للبناء، كما أنها تعتبر المرحلة الأخيرة من حيث المصادقة الحكومية، ويمكن بعدها بدء عملية نشر المناقصات. البورصة تختتم تداولات مارس على ارتفاع، تابعونا بعد قليل في الصفحة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر مارس على ارتفاع المؤشر العام 24 نقطة، حيث بلغت كميات تداولات المؤشر 153 مليون و400 ألف سهم بقيمة نقدية بلغت 37 مليون و300 ألف دينار، تمت عبر 5287 صفقة. كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 28 نقطة وثمانية أعشار النقطة. أقرت الجمعية العمومية لمجموعة الخليج للتأمين توزيع أرباح النقدية بنسبة 36% من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة فرقد الصانع إن الخليج للتأمين حققت 11 مليون و900 ألف دينار أرباحا صافية بنسبة ارتفاع 18.2% مقارنة مع أرباح عام 2017. الموافقة على توصية مجلس إدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 36% عن القيمة الإسمية للسهم بواقع 36 فلس للسهم الواحد للمساهمين الله يعافيك يعني المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة. وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 22 أبريل 2019 اليوم الاثنين، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29/4. الآن عمي بموجب القانون او هذا المقاصد تحددها خلال شهر. وتفويض مجلس الاداره في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاق الاسهم في حاله عدم اتمام اجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بمثابه ايام بثمانيه ايام عمل على الاقل. افتتحت مدينة الألعاب المائية أكوا بارك موسمها الجديد لصيف 2019، وستبدأ المدينة باستقبال روادها من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء. وقال مدير عام مدينة الألعاب محمد خورشيد إن هناك العديد من الأنشطة والمسابقات والفقرات للأطفال والعائلات بمختلف الأعمار، مشيرا إلى وجود أحواض سباحة متكاملة للأطفال وللشباب أيضا بما يتناسب وأعمارهم المختلفة، بالإضافة إلى العديد من الملاعب. كما نوه خورشيد إلى أن موسم الأكوا بارك هذا العام سيكون حافلا بالأنشطة المختلفة. حبينا السنة نهتم بالأمور الكمالية، وحبينا نريح الزائر يعني بطريقة أفضل سواء كان دخوله أو خروجه من الأكوا بارك. طبعا هناك العديد من العروض المميزة اللي راح تقدمها إدارة الأكوا بارك. تم عمل تقريبا 300 ألف فلاير بتخفيض من 4 دنانير و750 إلى 3 دنانير ونص خاص بشهر أبريل. تم طباعة كوبونات راح توزع على جميع مدارس الكويت بتذكرة مخفضة بقيمة دينارين 750. إدارة الأكوا بارك السنة حاولت أن توصل للمرتاد مباشرة، وحاولت أن تقدم له العروض المميزة بالأسعار. طلبة دينارين 750.
اي نعم. فحاولنا نوصل المرتاد مباشره، والحمد لله ان شاء الله راح نكون مهتمين في عمل يعني نشاطات اكثر هذا الصيف. اليوم ان شاء الله راح نبلش في برنامج خفيف بمسابقات الاطفال والدي جي وكثير من الامور هذه، والجوائز طبعا اللي تقدم للرواد. الجو لله الحمد جميل، وتوفقنا لله الحمد ان اليوم الشمس مشرقة، وبوجودكم طبعا معانا احنا نرحب فيكم، وترقبوا العديد من المفاجآت هالصيف من برامج وعروض حية. 700 طالب خليجي يتنافسون في الدورة الرياضية الثامنة، بعد قليل في صفحتنا الرياضية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. سحبت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمير البلاد لكرة القدم في مقر الاتحاد بحضور ممثلي الأندية المتأهلة، حيث اصطدم القادسية بنظيره كاظمة، فيما سيخوض العربي لقاء سهلا أمام خيطان في منافسات المجموعة الأولى، بينما اصطدم حامل اللقب فريق الكويت بنظيره السالمية في منافسات المجموعة الثانية، في حين سيجمع اللقاء الآخر فريقا الشباب وبركان. أتمت اللجنة المنظمة للدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كافة الاستعدادات لاستضافة الدورة. وأكدت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي لها على مشاركة أكثر من 700 طالب يتنافسون في 8 ألعاب رياضية، منها 3 ألعاب جماعية هي كرة القدم وكرة الصالة والكرة الطائرة، و5 ألعاب فردية هي السباحة وألعاب القوى والتنس الأرضي وكرة الطاولة واختراق الضاحية. وستنطلق الدورة من الأول من شهر أبريل وحتى 10 من على ملعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. مدير روف بعض الجامعة. أحب أني أول شيء أشكر جميع من ساهم وشارك معنا خاصة بالفترة الماضية في عملية تجهيز وأيضا حصر الفرق المشاركة نفسها من خلال عدد وفودها ومواعيد قدومها إلى الكويت، وأيضا تسكينهم في الفنادق وترسية الفنادق يمكن الخمسة اللي راح إن شاء الله يعني تعمل على استضافة هذه الوفود. الوفود تقريبا تتكلم عن 700 وفوق تقريبا يعني، واعتقد ان هذا العدد كبير. الادارات عندنا في الهيئه كلها شقاله على قدم وساق صراحه يعني، وهذا يعني مناسبه اشكر فيها صراحه الاخوان من اصغر موظف الى اكبر موظف في الهيئه في عمليه يعني خدمة وفود القادمة من الخليج. بالأساس كان المفروض 18 جامعة، للأسف في الأسباب يعني خارج عن إرادتنا في جامعتين اعتذروا، جامعة جازان وجامعة الأمير سطام عبد العزيز، يعني في أسباب مو متعلقة فينا. تمينا على 16 جامعة، 16 جامعة معدل 700 مشارك مقسمين الى 4 فنادق، قسمناهم الى 4 فنادق. راح يكون عندنا 8 لعبات: كره القدم العشبي، قدم الصالات، الطائره، تنس ارضي، كره الطاوله، سباحه والعاب قوه، واختراق الضاحيه تعتبر حسب النظام الاساسي للامانه لعبه بحالها يعني مو منضمه حق العاب القوه، فبذلك تكون 8 العاب. ونسقنا مع يعني جزاهم الله خير اللجنه الاولمبيه والاتحادات ما قصروا في تنسيق مع الهيئه مع الدكتور صقر ملا، يعني في عندنا وايد تنسيق بمستوى عالي، الشرطه الداخليه والطيران المدني، يعني في تنسيق عالي لتسهيل امور البطوله. طبعا في شركه زين نفتخر بان نكون احد الداعمين الرئيسيين لهذه البطوله الثامنه اللي تنعقد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا هذه البطوله هي وجه مشرف لقطاعات الرياضه والشباب،
وبما أن هالقطاعين أحد القطاعات المهمة لشركة زين ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، فحرصنا أن نكون رعاة ومشاركين ماديا ومعنويا لدعم هذه البطولة اللي تعتبر يعني مشرفة لوجه الكويت ضمن القطاع الشبابي، لأنها راح تضم العديد من طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الخليج، ونتشرف أن نكون رعاة ونتمنى التوفيق لمنظمين هذه البطولة إن شاء الله. إحياء لذكرى شهداء الكويت بشكل عام وشهداء منطقة الإصليبخات والدوحة بشكل خاص، وبدعم كبير من جمعية الإصليبخات والدوحة التعاونية، انطلقت البطولة الأولى لشهداء منطقة الإصليبخات والدوحة لكرة القدم على ملاعب ثانوية يوسف الغنيم في منطقة الإصليبخات. ويشارك في البطولة التي تستمر لمدة 7 أيام 32 فريق قسموا إلى مجموعتين يتنافسون بنظام خروج المغلوب، وسيشهد الحفل الختامي حضور أعضاء مجلس الأمة من الدائرة الثانية. اجتمعنا قلنا على أساس نبي فكرة نبي نجمع الشباب ونشجعهم على جميع الأنشطة الرياضية، فكان عندنا موافقة من وزارة الشؤون وجزاهم الله خير وما قصروا فينا، بدأ من الوكيل وبدأ من الوزير الوكيل مال التعاونيات أستاذ عبد العزيز الشعيب، أعطانا موافقة أن نقيم هذه الدورة وافتتحناها اليوم. أتمنى التوفيق حق الجميع إن شاء الله، وسميناها مسمى اخترعنا نسميها الدورة شهداء الإصليبخات والدوحة، تقديرا للأسرى وتقديرا لأرواح شهدائنا. يعني دورة شهداء المنطقة اللي هي شهداء الإصليبخات تحت رعاية مجلس إدارة جمعية الإصليبخات، عندنا تقريبا 32 فريق مشارك اللي هو الدور 32، طبعا خروج المغلوب البطولة، وعندنا نظام المحترفين، كل فريق يعني يقدر يجيب 3 محترفين من خارج المنطقة، عرفت؟ وعندنا دائما تشوف الشباب المجمعين هنا دائما يعني الإصليبخات او جمعية الإصليبخات او منطقة الإصليبخات بشكل عام تهتم بشكل رياضي بشكل عام، عرفت؟ وعندنا الفرق مشاركة المركز الأول 1500 دينار مقدمة من إدارة الجمعية، والمركز الثاني كذلك 1000 دينار، وعندنا أفضل لاعب وأفضل حارس، وعندنا بالنهاية كرنفال إن شاء الله، ويحضرون أهالي المنطقة كلهم إن شاء الله ويتشرفون بعد. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم، وقبل الختام نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب أرى يوتيوب. نشاهد الآن النشرة الجوية مع زميلة منى محمد، في أمان الله. يسعد لي مساكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا غائمة إلى غائمة جزئيا هالأيام، متوقع أمطار متفرقة ابتداء من الليلة تكون رعدية على بعض المناطق وتستمر معنا إلى يوم الأثنين، وتحذير من إدارة الأرصاد الجوية بنشاط الرياح الجنوبية الشرقية تزيد سرعتها عن 70 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار، وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 8 قدم ومصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. انتقل معكم أعزائي المشاهدين إلى أجواءنا المتوقع الليلة، أجواء غائمة مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، والهواء كوس خفيف معتدل إلى نشط السرعة تراوح سرعتها من 20 إلى 55 كيلومتر في الساعة مثير للغبار. بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 21 درجة مئوية، في الجهرة وفي جنوب الكويت في وفرة وأيضا على الجزر الكويتية 20 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدلي 18 درجة مئوية، وفي الشقاي والسالمي 19 درجة مئوية. أما بالنسبة لحالة البحر فهو معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 3 إلى 6 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الفساد. أما بالنسبة لأجواءنا المتوقعة باكر، أجواء دافية وغائمة جزئيا إلى غائمة، والهواء جنوبي غربي يتحول إلى غربي معتدل إلى نشط السرعة تراوح سرعتها من 25 إلى 60 كيلومتر في الساعة مثير للغبار مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة باكر في مدينة الكويت وأيضا في شمال الكويت في العبدلي 28 درجة مئوية، في الجهرة 27 درجة مئوية، في جنوب الكويت في الوفرة 29 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 25 درجة مئوية، في غرب الكويت في الشقاي والسالمي 27 درجة مئوية. حالة البحر تشبه حالة البحر الليلة، معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 3 إلى 6 قدم، والتيارات المائية أيضا ضمن فترات الفساد.
أعزائي المشاهدين خلكم معنا تفاصيل عن حالة البحر ومواقيت الصلاة. بالنسبة للطقس المتوقع خلال الأربع أيام الجاية باكر أجواءنا غائمة إلى غائمة جزئيا مثيرة للغبار، وأيضا هناك فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، ونشاط في الرياح تزيد سرعتها عن 60 كيلومتر في الساعة. بالنسبة ليوم الثلاثاء أجواءنا دافية، تظهر معنا بعض السحب المتفرقة. العظمى المتوقعة 25 والصغرى 17 درجة مئوية. بالنسبة لأجواءنا المتوقعة يوم الأربعاء أيضا أجواء غائمة مع أجواء غائمة، العظمى المتوقعة 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية. بالنسبة ليوم الخميس أجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا، العظمى المتوقعة 31 والصغرى 20 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين كذي تنتهي نشرتنا الجوية، أترككم مع تفاصيل درجات الحرارة في العواصم الخليجية وبعض العواصم المدن العالمية.